خادم الحرمين الشريفين يرعى ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد. خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس وزراء باكستان ورئيس جمهورية النيجر. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادما من المنطقة الشرقية. ولي العهد يوافق على إطلاق اسم سموه على كلية الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي. قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية حفظه الله اليوم الاثنين فعاليات ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي 25 دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري، واستمر لمدة شهر. وقبيل بدء الحفل استقبل خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وهم كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الموريتانية، وفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وفخامة الرئيس إدريس ديبي أنتو رئيس جمهورية تشاد، ودولة السيد شهيد خاقان عباسي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وفخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وفخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، وفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، وفخامة الرئيس روك مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، ودولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش حسينة واجد، وأصحاب المعالي وزراء الدفاع وقادة الأركان في الدول المشاركة. وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين وضيوفه مكانهم في منصة الرئيسة عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الختامي بتلاوة آيات من القرآن الكريم. بعد ذلك ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي كلمة أوضح فيها أن تمرين درع الخليج المشترك واحد يأتي امتدادا لتمارين مشتركة سابقة كرعد الشمال بهدف تأصيل العمل المشترك ضمن تحالفات تسعى لتعزيز الأمن من خلال رفع قدرات وكفاءات واحترافية القوات المشاركة بمختلف أفرعها في التعامل مع مجمل المخاطر والاحتمالات المهددة لأمن واستقرار المنطقة، وذلك بتقوية الروابط العسكرية بين الدول المشاركة وتعزيز المهارات المختلفة والرفع من مستوى الاستعداد القتالي. ثم أذن خادم الحرمين الشريفين ببدء فعاليات ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد، حيث بدأت فعاليات التمرين العملياتي التي اشتملت على مناورات حية بالطائرات والإنزال الجوي والمدفعية والزوارق البحرية. بعد ذلك أذن خادم الحرمين الشريفين ببدء العرض العسكري للقوات المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك واحد. بعدها عزف السلام الملكي.
وفي نهاية التمرين التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبراء ممثلي الدول المشاركة في التمرين، ثم شرف الجميع مأدبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة. حضر الحفل أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي. من جهة أخرى، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهيد خاقان عباسي، وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين درع الخليج المشترك واحد. وأجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية وسبل تعزيزها وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء دكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، والوفد المرافق لرئيس وزراء باكستان. كما التقى خادم الحرمين الشريفين اليوم فخامة الرئيس سوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين درع الخليج المشترك واحد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي العلي، والوفد المرافق لرئيس النيجر. هذا وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن استضافة المملكة لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة تأكيد على قدرتنا جميعا على العمل ضمن تحالف منسق وتنظيم عسكري موحد لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا. غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله المنطقة الشرقية اليوم، وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار القوات البحرية في الجبيل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. هذا وقد وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم إلى الرياض قادما من المنطقة الشرقية، وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، كما كان في استقبال الملك المفدى بساحة المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير متحف بن عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة، وصاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمع، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبد العزيز بن عياف، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير نايف بن بندر بن عياف، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية. وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور خالد بن تركي بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز. كما وصل في معيته رعاه الله عدد من أصحاب المعالي الوزراء. من جهة أخرى، أعرب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على الحفاوة وكرم الضيافة اللتين حظي بهما والوفد المرافق له خلال زيارته إلى المملكة لترأس وفد الكويت في أعمال القمة 29 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. جاء ذلك في برقية بعثها سمو أمير دولة الكويت لأخيه خادم الحرمين الشريفين مشيدا بما توصلت إليه هذه القمة من قرارات بناءة من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية والإسهام في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة للدول العربية. كما أعرب عن سروره لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك درع الخليج المشترك واحد، سائلا المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية. كما أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على ما حظي به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة تجسد مدى قوة ورسوخ العلاقات الأخوية بين البلدين. جاء ذلك في برقية بعثها ملك البحرين لأخيه خادم الحرمين الشريفين بعد حضوره القمة العربية والعروض العسكرية للتمرين المشترك درع الخليج المشترك واحد. وقال الملك حمد بن عيسى: نتقدم إلى جلالتكم بخالص الشكر لما طرحتموه من رؤى وآراء بناءة وما بذلتموه من جهود مضنية أثمرت ولله الحمد عن هذا النجاح الكبير لقمتنا والخروج بقرارات تلامس تطلعات شعوبنا العربية الشقيقة وتعزز أواصر التعاون والأخوة وتدعم العمل العربي المشترك كركيزة أساسية للتغلب على المخاطر التي تواجه أمتنا ومواصلة مكتسبات دولنا وشعوبنا في التنمية والتقدم.
وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لتمرين درع الخليج المشترك واحد وتوجيهاته أيده الله في نجاح التمرين وتحقيقه لأهدافه. وأكد سموه عقب حضوره ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد أن المملكة تمثل حصنا عربيا إسلاميا منيعا في مواجهة أي محاولات لتهديد الأمن الإقليمي. أشار سمو الشيخ محمد بن زايد إلى أن إقامة هذا التمرين على أرض المملكة يؤكد دورها المحوري والريادي بصفتها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وشدد سموه على أن الإمارات تقف دائما في خندق واحد إلى جانب المملكة، وأن التحالف بين البلدين هو تحالف يقوم على أسس ثابتة وقواعد صلبة بين البلدين. وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على إطلاق اسم سموه على كلية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تحت التأسيس. وجاءت موافقة سموه بناء على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ سعود بن عبد الله القحطاني، الذي رفع بهذه المناسبة شكره وامتنانه لسموه على هذه اللفتة الكريمة والدعم المستمر لأبنائه المهتمين بهذا المجال الحيوي الذي تتنافس فيه دول العالم المتقدم لبناء قدرات وطنية متميزة. وصل فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان إلى المدينة المنورة مساء اليوم لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما. كما وصل فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للمدينة المنورة اليوم، وكان في استقبال فخامتهما في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وعدد من المسؤولين. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة 10:16 من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية شمال محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة. وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه ولله الحمد. وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على بعض الأحياء السكنية ولم تسجل أي حالة ضرر أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان. من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي، أوضح أن معظم منصات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تستهدف المملكة موجودة في صعدة، مشيرا إلى أن 119 صاروخا باليستيا هي مجموع ما تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على أراضي المملكة. عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت على المملكة حتى تاريخها 119 صاروخ باليستي، عدد المقذوفات 66,259. الاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، ورح نستعرض موقف العمليات لإعادة الأمل بالداخل اليمني. في محافظة ميدي تم السيطرة بالكامل على مدينة ميدي من قبل قوات التحالف، والعمليات مستمرة لتأمين وتطهير المدينة تمهيدا للتسليم للسلطة المحلية، وتم رفع علم الجمهورية اليمنية في مدينة ميدي.
واستعرض المالكي خلال المؤتمر صورا للطائرة من دون طيار التي أطلقتها الميليشيات من مطار صنعاء باتجاه مطار أبها، مؤكدا أن الطائرة إيرانية الصنع، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. الميليشيا الحوثية أعلنت قبل فترة بامتلاكها بعض القدرات فيما يخص الطائرات بدون طيار وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي. نعلم جميعا ما تم في خلال الأسبوع الماضي من استخدام الميليشيا الحوثية التابعة لإيران أو مدعومة من إيران في استهداف مطار أبها، وكذلك استهداف أحد الأعيان المدنية في محاولة لعمليات انتحارية. يوم الأربعاء كان 11 إبريل تمكن الدفاع الجوي من خلال الوسائل المتاحة للتحالف بإسقاط هذه الطائرات ولم يكن هناك أي أضرار. التحالف أصدر بيان في هذا الجانب، على الحوثي أن يقرأ ما بين السطور. راح تكون المبادرة في حال استخدام هذه المنظومات ضد الأعيان المدنية أو المنشآت الصناعية والحيوية، راح يكون الرد قاسي مؤلم موجع. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تعليق الدراسة في عدد من محافظات المملكة بسبب سوء الأحوال الجوية. القمة العربية 29 في قمة القدس، ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها يجدان العرب والمسلمين. إن مصر تجدد عهدها معكم بأن تكون في القلب من كل جهد يهدف لإعادة الحياة إلى عملنا العربي المشترك. أهلا بكم. أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي عن تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في مدارس مدينة الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملة والدرعية وضرمة، وذلك بناء على صدور تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس والأثار المترتبة عليها. كما تم تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام في القصيم والخرج والشجرة والمجمعة وجميع مدارس الغاط والمذنب. هذا وسنتابع المزيد من التفاصيل عن التقلبات الجوية في نشرتنا الجوية. أشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بجهود المملكة الإغاثية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد غوتيريس أن مركز الملك سلمان أصبح أحد أهم صانعي الأمل لمن يعانون من الكوارث والصراعات حول العالم. وأضاف في تصريح له عقب زيارة قام بها للمركز استقبله خلالها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيع أن مركز الملك سلمان للإغاثة أحد أهم الفاعلين في مجال المساعدات الإنسانية بالعالم، حيث قام باحتواء الأطفال المجندين في اليمن وهو عمل نبيل، وسيتم الاستفادة من هذه التجربة في الأمم المتحدة. من جانبه أكد الدكتور الربيع أهمية التعاون المشترك بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة، مبينا أن المملكة قدمت خلال 20 سنة الماضية 65 مليار و900 مليون دولار للمنكوبين بالعالم.
يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية. ويدعو مشروع القرار المشترك إلى إيصال المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سلام سورية برعاية أممية. في ظل التحركات الدولية حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية، قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو أن المفتشين لم يتمكنوا من الدخول إلى موقع الهجوم بدوما، مؤكدا أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة تهدف للوصول لموقع الهجوم لتحقق بنتائج الهجوم الكيماوي على دوما بالغوطة الشرقية. أمريكا وعلى لسان مندوبها في منظمة حظر الأسلحة في لاهاي أشارت إلى أن الروس قد زاروا موقع الهجوم بالغاز السام في بلدة دوما وعبثوا بالأدلة لإحباط جهود بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لإجراء تحقيق فعال، وهو الأمر الذي نفاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فيما اتهم المندوب البريطاني بيتر ويلسون روسيا وسوريا بتعطيل دخول الخبراء الدوليين إلى البلدة المنكوبة. رسائل التأييد للضربات شملت حلف شمال الأطلسي إضافة للاتحاد الأوروبي الذي اعتبر وزراء خارجيته الضربات العقابية المحددة بأنها قد شكلت إجراءات خاصة اتخذت لهدف واحد هو منع النظام السوري من استخدام أسلحة كيميائية لقتل السوريين مجددا. ووسط التحركات الدولية لمناقشة الانتهاكات التي يقوم بها الأسد، لا زال النظام يواصل قصفه على مناطق في الأطراف الشرقية لمدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص، كما تعرضت مدن وبلدات ريفي حماة ودرعا لقصف مماثل. والآن مشاهدينا الكرام إلى ما استجد من الأحوال الجوية والزميل عقيل العقيل. إليك عقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام. بناء على التحذير الذي صدر من النظام الآلي للإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تم تعليق الدراسة هذا اليوم الثلاثاء في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملة والدرعية ودرمة وفي محافظة الخرج وما جاورها، كذلك على بعض أجزاء منطقة القصيم. هذا وصدر التحذير على كافة منطقة الرياض بعد أن صدر تنبيها متقدما بالحالة الجوية من وقت متبكر. أيضا ما زال التنبيه المتقدم على منطقة القصيم، وذلك باستمرار الانعدام في مستوى الرؤية الأفقية وينتهي عند الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء. من المتوقع بإذن الله تعالى أن تخف حدة الغبار تدريجيا وحدة العاصفة الرملية تدريجيا، وهي حاليا على العاصمة الرياض وتتحرك باتجاه الجنوب والجنوب الغربي لتؤثر على كافة المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية من منطقة الرياض مع حركة الرياح، حيث متوقع أن تتأثر محافظة الدوادمي خلال الساعات القليلة القادمة بشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية. كذلك الحال في الطريق الرابط ما بين منطقة الرياض حتى محافظة الطائف، لذلك نلفت الانتباه الأخوة قائد المركبة على هذه المنطقة وكذلك على سكان محافظة الدوادمي والمناطق المجاورة لها وكافة المناطق الغربية من منطقة الرياض. وكذلك نتوقع بإذن الله تعالى أن تخف حدة العاصفة الرملية تدريجيا كما ذكرنا خلال الساعات القليلة القادمة، ولكن تبقى بعض العوالق التربية والأتربة المثارة والانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية حتى ساعات الصباح الباكر على منطقة الرياض ومنطقة القصيم. ندب مشاهدي الكرام للتوقعات الجوية فيما تبقى على مدن المملكة. في مكة المكرمة من المتوقع غدا 38 درجة مئوية والصغرى 23، في المدينة المنورة 36-21، متوقع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. تتحسن الرؤية تدريجيا في العاصمة الرياض حتى ساعات الفجر الباكر، وتكون درجات الحرارة غدا كعظمى 30 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية، ولكن تبقى بعض العوالق التربية والأتربة المثارة على المناطق منطقة الرياض. الدمام 29 وفي بريدة 31 وأتربة مثارة وعوالق ترابية، 29 في حائل، 30 في سكاكة وفي عرعر، كذلك الحال في تبوك. أجواء مستقرة في محافظة جدة و33 درجة مئوية، ومتوقع بإذن الله تعالى كالعادة أمطار متوسطة إلى غزيرة على طول السلسلة الجبلية، كذلك الحال السلسلة الجبلية الغربية في محافظة الطائف وشرق المرتفعات الجنوبية وجنوبية غربية، كذلك على مرتفعات جازان، وبعض العوالق الترابية متوقعة على منطقة نجران وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. هذا كل ما في النشرة الجوية، تصبحون على خير. شكرا عقيل. مشاهدينا الكرام نشرتنا الأخيرة انتهت، بقية العناوين.
خادم الحرمين الشريفين يرعى ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد. خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس وزراء باكستان ورئيس جمهورية النيجر. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادما من المنطقة الشرقية. ولي العهد يوافق على إطلاق اسم سموه على كلية الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي. قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة. نشرتنا انتهت، شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم على خير. تصبحون على خير.